معنا في الاستوديو رئيس الوفد التونسي المفاوض محمد زمرلي. صباحك الله بالخير، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم في الاستوديو. صباح الخير وشكرا على الاستضافه، سعيد بالوجود معك. احنا اسعد. طيب سيد محمد، حابين نتعرف اليوم على مشاركه تونس او الوفد التونسي في هذا المؤتمر، ما الذي تطمحون اليه؟ بطبيعه دوله من دول الاطراف في اتفاقيه تغير المناخ، و أول شيء نحن أتينا إلى هنا يعني باش نشارك في أخذ القرار، لأنه هام أن القرار يكون يستجيب لأولويات الدول النامية على غير تونس. ثم كذلك تبادل الخبرات والتفاوض والتناقش وتقديم أهم أولويات تونس في إطار المؤتمر 28. طيب يعني 4% فقط هي نسبة الطاقة المتجددة للأسف في تونس، لكن هذا يشكل عبء كبير أكيد على الحكومة. قديش ممكن يكون فعلا حجم هذا العبء، وما الحلول لتدارك هذه المشكلة؟ بالفعل يعني التوجه نحو الطاقات المتجددة هو أعتقد أنه ضرورة حتمية. على تونس تقريبا 15% من ميزانية الدولة تتوجه لتدعيم الطاقات الأحفورية اللي كانت، وهي تمثل عبء مالي كبير. بالنسبة لتونس كانت ضمن مساهمتها المحددة وطنيا حددت هدف أن تبلغ 35% من الطاقة تكون مصادر متجددة في 2035، و 50% إن شاء الله من الكهرباء واستعمال الكهرباء تكون من الطاقات النظيفة والمتجددة. هذا خيار بيئي، خيار اقتصادي واجتماعي وضرورة بالنسبة لتونس. طيب سيد محمد، منطقة البحر الأبيض المتوسط تعرضت مؤخرا لظواهر طبيعية ومناخية كثير، هل هذه الظواهر مأخوذة في الاعتبار في الحسبان، بما أنها يعني المنطقة بشكل كامل هي أكثر تعرضا لهذه الظواهر؟ ما العمل؟ فقط حبيت نشير اللي تونس احنا كنا قبل نعتقد ان الدول الاكثر اللي ممكن ارتفاع درجات الحراره تكون بشكل كبير ومتسارع موجوده اكثر في مناطق كما الخليج العربي، ولكن حبيت نشير لتونس في سنه 2022 كان ثاني اكثر دول العالم حراره. ثاني ثم انه الى حد الان ارتفاع درجه الحراره بالنسبه لتونس كان 1.6، يعني خلال الفترة الأخيرة فعلا احنا كنا متوقعين يمكن في مناطق من أولها، يعني مناطق الخليج هنا أكثر حرارة، بس تونس فازت. فازت يعني مع الأسف نسق ارتفاع درجة الحرارة تو علميا مثبت أنه خاصة بدول الشمال الأفريقي هو الأسرع في العالم. الظواهر اللي تفضلت وتحدثت عليها، كثير من الفيضانات اللي كانت صارت في الفترة الأخيرة في مش فقط في تونس ولكن في المغرب كذلك، في الجزائر وفي ليبيا، هي من التأثيرات الواضحة لتغير المناخ. هذا ناخذه بعين الاعتبار في مفاوضاتنا. احنا فقط حبيت نشير انه الخسائر والأضرار اللي تعالج تأثيرات التغيرات المناخية خاصة على تواتر الكوارث الطبيعية، تونس متضررة كثيرا. أعتقد أنه من أهم النقاط المطروحة حاليا هو صندوق تعويض الخسائر والأضرار. إلى حد الآن يعني المفاوضات تقدمت بشكل كبير، ولكن بالنسبة لنا الدول النامية مش فقط الدول الأقل نموا، يعني تونس ومنطقة شمال أفريقيا هي دول نامية وليس الدول الأقل نموا، لابد أن تلقى حظوظها ضمن القرار المؤتمر كوب 28، خاصة في مجال التمويل ودعم قدرات الدول النامية. طب إيش الاحتياطات عشان لا تضطر تونس للصندوق الأخضر؟ أكيد إنه يجب اتخاذ احتياطات، بما إنه إحنا مثل ما ذكرنا في ظواهر طبيعية كثير بتكون في منطقة البحر المتوسط. هو حبيت فقط نشير له أحيانا يعني في معلومة دارجة إنه هذا الصندوق سيعوض الخسائر والأضرار، ولكنه فقط للتأكيد أنه هذا الصندوق سيدعم قدرات الدول للاستعداد
ولا الوقايه من هي الوقايه ايضا مش حتى قبل الكوارث مش بس بعدها. لا هو هذا الموضوع هو مطروح للتفاوض، هل ستدخل قبل الكوارث او ستدخل اثناء الكوارث او بعد الكوارث، ولكن الى حد الان المتفق فيه انه قبل الكوارث سيتدخل هذا الصندوق وخاصه في مجال الوقايه وجمع المعطيات وجمع البيانات وفي تعزيز آليات التدخل عند الكوارث الطبيعية. ثم نقطة هامة، مش فقط ستدخل عند الكوارث الطبيعية ولكن ستدخل عند ما يسمى الكوارث شديدة البطء، يعني على غرار التصحر والجفاف، يعني هي كوارث مرتبطة بالتغيرات المناخية ولكن على المدى الطويل تكون تأثيراتها على المدى الطويل. وهذا جزء اللي الدول النامية، عديد الدول النامية ومنها تونس، إن تركز على إدراج كل الكوارث ذات الحدوث البطيء والتدريجي ضمن يعني النقطة المتعلقة بالخسائر والأضرار. الله يبعد الكوارث عن تونس وعن كل الدول، ونتمنى إن شاء الله أنه ما نضطر للصندوق الأخضر، لكن للأسف التغير المناخي خلاص سبقنا. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم سيد محمد. كان معنا سيد محمد الزمرلي رئيس الوفد التونسي المفاوض، يعطيك ألف عافية، شكرا على وجودك معنا. شكرا لكم على الاستضافة.